السؤال الرابع بيقول: حجر كتلته 600 جرام، الام ب 600 جرام، واحنا ما بنحبش نشتغل بالجرام، نشتغل بالكيلوجرام، يعني هيبقى 600، وعشان نحول من جرام لكيلوجرام هنضرب في 10 اس ناقص 3، يعني 6 من 10 كيلوجرام. حجر كتلته 600 كيلوجرام مربوط في خيط طوله 10 سنتيمتر. الحجر مربوط في خيط طوله 10 سنتيمتر وبيدور، يدور يعني يدور يعني حركة دائرية بسرعة مقدارها 3 متر في الثانية. السرعة بتاعته 3 متر لكل ثانية، مربوط في خيط طول الخيط 10 سنتي وبيتحرك حركة دائرية. طبعا واضح جدا ان الخيط دوت هو نصف قطر الحركة الدائرية بتاعته، يبقى الار بتاعتنا ب10 سنتي، واحنا ما بنحبش نشتغل بالسنتي، بنشتغل بالمتر، فعلشان نحول من سنتي لمتر هنضرب في 10 اس ناقص 2، يعني 1 من 10 متر. كويس كده؟ كويس. طلباته: فإن القوة الجاذبة المركزية، القوة الجاذبة المركزية، تعالوا نفتكر القانون الحركة الدائرية، القوة الجاذبة المركزية اللي في اتجاه المركز بتساوي ايه؟ بتساوي العجلة المركزية في كتلة الجسم، او كتلة الجسم في العجلة المركزية. طيب العجلة المركزية ذات نفسها بتساوي ايه؟ بتساوي مربع السرعة على نصف القطر. سؤال: انا عندي الكتلة، مديني كتلة؟ الحمد لله مديني الكتلة. مديني السرعة؟ الحمد لله مديني السرعة. مديني نصف القطر؟ الحمد لله مديني نصف القطر. هقدر احل المسألة؟ اقدر احل المسألة. لو قلنا 6 من 10 هنضربها في مربع السرعة واللي هو 9 على 1 من 10، يبقى 6 على 10، 1 على 10، يبقى 6 على 1، 6 في 9 ب 54 نيوتن.